بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة اللي هي رقم 23 بالPHP اللي هي do while. do while هاي السنتكس مالته، احنا شوية نشرح الحروف اكبر. ناخذ نكتب do والستيتمنت اللي تنفذ، ومن ثم بين قوسين ثم while، ثم الاكسبريشن، ونخلي علامة العلامة هذه الفرزة المنقوطة. ناخذ example رقم واحد. example رقم واحد نبدي بالفاريبلز، هذا الاي يساوي واحد، نكتب الدو، اي هاي الدو نكتبها، ونكتب هنا اللي يريد ننفذه شنو، مثلا ايكو الفاريبلز زايدة واحد، الفاريبلز هنا زايدة واحد، وبعد نطبع الفاريبل، نطبع الفاريبلز بس زايدة واحد، راح يجي هنا الواحد يجي يطبعه، وهنا يجي يقارن هل الآي أصغر من 10؟ الجواب نعم، يرد يعيد الثاني والثالث والرابع والخامس لأنه وصل إلى 10. هذا الإكزامبل الأول. الإكزامبل الثاني هو نفس دو وايل، بس ممكن أن نكتبه بالشكل الآخر، مثلا الآي بلينا بخمسة، وقلنا هنا الدو، وهنا هذا الزائد زائد خليناها بستيتمنت وحدها، هذا خليناه بستيتمنت واحدة، والوايل نفس الشيء. بقى إذا انطانا شنو؟ انطانا من الناتج الـ output اللي هو 5 للـ10. اللي بعده شنو؟ الإكزامبل الثالث. الإكزامبل الثالث احنا نقدر نقول الـ A يساوي لنا مثلا 8، وايل هاي مكان الدو، شلنا الدو هاي وخلينا مكان هالوايل، هاي الوايل خليناها مكان الدو، وحذفنا الفارزة المنقوطة هاي، هي هاي الفارزة المنقوطة، اي هاي الفرزة المنقوطة حذفناها، يعني هذا السطر كله ايش نسوي له؟ ايش نسوي له؟ كات، ايش نسوي له؟ كات، ونخليه هنا، نخليه مكان الدو، ونحذف منه الفارزة بس وفقط، ويشتغل وينفذ. اذا نشوفه بالتنفيذ هنا، هنا ننفذ، نسوي ريلود، راح ينفذ لنا الاي يساوي لنا 8 للـ10، 8 9 و10. هنا ننتهي بهذه المحاضرة اللي هي محاضرة الدو والوايل، دو أند وايل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.